مايكم صباح لباس الحمد لله. مرحبا بكم. ما شاء الله. هاي كوكوتات ها؟ هاي الحسوة اليوم. هذا طعام مربوش عميد ما. طير واحد من مروة. ساعدوا. تامي. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا متابعينا متابعي صفحة ايلو بسكرا، اهل بسكرا الكرام، حراير بسكرا. جمعة مباركة ان شاء الله لجميع الامة الاسلامية وخاصة اهلنا في بسكرا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم خير كبير خير كبير خير كبير خير. هيا تلكم ما نزلتوش، نزلوا نزلوا اختي، علاش ما نزلوش؟ نزلوا دوك نكمل لايف. نزل اختي نزلوا، مرحبا بك اختي العزيزة. اللهم لك الحمد. كما شفتوا اليوم خير كبير خير كبير. يا رجال بسكرة، يا رجال بسكرة، يا احرار بسكرة، يا خيرين بسكرة، يا اهل الجود يا اهل الكرم. جمعة مباركة عليكم وعلى خاوتنا كامل اللي راهم يتفرجوا فينا في هذا اللايف الخفيف. الله يبارك عمي نجيب، على بالك اليوم من قوة الخير ياسر ما قدرتش نهضر. انا راني نضحك والله غير الله يبارك والله يا ربي فرحان فرحان من قلبي. علاش عاد الناس تجيب لا كيما نقولوا بلا ما نقولوا بلا ما يهضر لا بروغرام لا بروغرام لا والو. قال لي واحد سيد خويا احنا درنا ادوا الامانات الى اهلي وفضلت لا بروغرام لا والو. عباك قلت كاين وجبه اليوم؟ يعني شايف الحسوه والبربوشه والطعام. اسكت 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 عليا. الله يبارك والله غير الله يبارك اسيدي. مدجدج قسما بالله يا خوتي غير فرحان من قلبي. علاش؟ اهل الخير. وثاني الحاجه نزيد نقول لك الحاجه اخرى سان. الخير كي جا حتى المتطوعين جاوا ياسر. مالين الخير يا عبد باش يوصل ربي يبارك مالين الخير. ربي يثبت اجركم. اللهم لك الحمد. انا نشكر ربي. اللهم لك الحمد. اللهم عمي نجيب هذيك ندرسها ونحوس عليها هنا. صحيت عمي نجيب مش مشكل بارك الله فيك. اللهم لك الحمد. يا اصحاب الخير اقبلوا، يا اهل الخير اقبلوا، راه الاجر كبير يستنى فيكم. احنا رانا ندعو لكم كامل وندعو للناس هذم. ربي يبارك لهم. ربي كما اللي دار لنا اليوم تليتلي الوالد نتاعو ربي يرحمه ان شاء الله. ربي يرحمه خويا، ربي يرحمه، ربي يرحم جميع امه الاسلاميه ان شاء الله. من نجيب هذا مش مدجدج بركة. هذا مفرج يا عزيزي الغالي. يا حبيبي يا حبيبي. ربي يبارك ربي يبارك. الله يبارك يا ولدي يا الكرم المكرم. شوف اليوم لازمتنا شوف نزوروا المستشفيات ان شاء الله. اليوم نزوروا الاهل اهالينا كامل اللي ما فين نروحوا لهم ان شاء الله. نزوروا خوتنا اللي ما فين نروحوا لهم في الطريق. يجي ايوب روكم يجي ان شاء الله ان شاء الله. يالله يبارك. يا بكر جاوك ولا جا الخير يا شموا الريحه يا رجل. ايوب جا كم يتاع صرنا نعتلم كم يتاع. ربي يبارك ربي كم يتاع المحسنين وش تحت الله غيرها. استنى شوف قبل ما نهضروا على السلام عليكم. المربح هذا هو شاحنة السقي في سبيل الله. هيا غدوة برب ان شاء الله تتعاود تكتب تاع السقي في سبيل الله. هذه الشاحنة. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. حتى هي راهي تروح توزع ثاني معنا الوجبات. هذه الشاحنة تاع اهل بسكرا. هذه الشاحنة اللي تقلقنا عليها وتحيرنا عليها. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد يا ربي. الحمد لله رجعت لنا امانة بسكرة. رجعت حتى هي تروح توزع ان شاء الله الوجبات. بسم الله. استاذنا يزيد السلام عليكم. روح قول كلمة استاذ. هاي التحضيرات. هيا يعطيكم الصحة مالين الخير. عمي نجيب. نعد سلم الكمية وبرك فرحان بها انا. هيا عمي نجيب روح هضر لنا واش كاين اليوم اخويا. هيا واش نهضر واش نخلي ربي يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. شيء كبير يا عمي. شيء كبير شيء
كبير شيء كبير. حتى الهضره تذهب لك اخويا. الله يسلمك. السيدنا يزيد. يا زيد ربي يبارك عليك ما شاء الله مرحبا بك. الله يسرك. هيا افتح لنا بكلمه زينه اخويا. هاي استاذ يزيد الشاحنه نعتلم الشاحنه اللهم لك الحمد حتى تقوم بالواجب توزع ثاني. خويا راني بارتاجي في الفيديو تاعكم في اليوتيوب. اي لوف بسكرا. ربي يحفظك ربي يحفظك. مرحبا بكم في قناه اي لوف بسكرا في اليوتيوب. هذا راه من جنود الخفاء من الاوائل. الله يسلمك. من الاوائل اخويا اللي كانوا ربي يبارك متجندين على الولايه هذه. ربي يحفظه ربي يعطيه صحته. ادعوا له حتى هو. ربي يرزقه ان شاء الله. طيب ربي يعطيه. امين ان شاء الله. خويا بارك الله فيكم وربي يقدركم ان شاء الله وربي يعينكم للعمل الخيري. ربي يبارك فيك. وراني نقرا في لي كومونتير من الخارج اخويا في اليوتيوب. الناس الكل تشكر فيك عمي نجيب. ربي يبارك فيك. ويساعد ربي قدرك والخاوه كامل كل واحد باسمه. ربي يحفظك. يعطيكم الصحه وربي يجعلها في ميزان حسناتكم. والله احنا صافي بليزير يا زيد كي تقال فينا كلمه طيبه راه الولايه كامله ان شاء الله. ماذا بينا نكونوا في احسن العطاء واحسن عمي نجيب المواقف واحسن. اللهم لك الحمد. بس في الرجال انت ماكش تاتيني نحكي ولا وش. لا لا دوك تحكي مادام وجه الشيطان. يا انا علاش عافاك علاش عافاك علاش نقول لك صغير كنت البارح شمعي بالي البارح اسمع اتقي الله يا رجل. شفت حيدر ابو عكاز قال لي خلي نجيب يهضر. شفت كيفاه مانيش حنخليك تهضر اليوم حيدر انا هنا مادام تاخر البارح في زارنا اخويا يزيد ربي يبارك. عنوان عنوان كما يقولوا الوفاء لصفحتنا اي لوف بسكرا. ربي يبارك من جنود الخفاء من الرجال اللي واقفين على الصفحه والرجال اللي واقفين اللي راهم هما يعطونا في كما نقولوا مساعده كبيره يعطونا في يد كان واحد الحاجه نحسوا بها غير احنا هذيك اللي لقاها من عندهم هما. يعني انا نشكرهم كامل صفحه اي لوف بسكرا. ربي يحفظكم وليداتنا ربي يبارك لكم الستر. يزيد صلاح خوتنا كامل يعني كريم. ربي يحفظكم اخويا. ربي يبارك لهم ان شاء الله. احنا بربي ان شاء الله ما دامنا حكمنا المشعل راح نكونوا ان شاء الله ان شاء الله ربي كما يحبوا هما ان شاء الله بما يرضي الله. ربي يجعلها صداقه جاريه ان شاء الله لينا كامل واللي راح يجوا بعدكم وهي رايحه. بارك الله فيك. امين ربي سهل وعلى والديكم ان شاء الله. امين هذا ما كان. تفضل عمي نجيب عندك تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راه عجبني خويا وحبيبي ربي يبارك عليه ما شاء الله اليوم الحره اللي طيبتها الخير هذه ربي يحفظها ان شاء الله ان شاء الله وربي يجعله لها في ميزان حسناتها. شوفوا اخويا شوفوا الديكور شوفوا شوفوا اهل الخير واهل العطاء واهل الرحمه واهل واش نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي بوتلا ها ورا ما عادش تقولها صافي بوتلا. والله يلقي بوتلا ربي يبارك راه ممدود. اسكت عليا. البطاطا ربي يبارك مقليه مستفى. يسلم الايادي يسلم الايادي يسلم الايادي. ربي يحفظكم وربي يكون في عونكم وربي يعطيكم جهدكم ويبعد عليكم البلاء ويبعد عليكم الامراض اللي طيبتها واللي قرناتها واللي عدلتها واللي عادل حقها. بارك الله فيك. واحد اخويا حتى حنا نتعبنا من الكومنتير شكرونا. يا ولدي حنا قلنا اللي يدعي لنا برك دعاء ربي يحفظه ربي يستر. شوفي رانا كل على بالك التعليقات والله غير يزيدوا يزيدوك يعني يشجعوك شويه. التوفيق من عند ربي. بصح الناس ثاني كي تلقى كلمه طيبه باش تفرح. ساعات تلقى كلمات تقول يا ابن عمي لازمتنا نديروا اليد في اليد سيدي ونخدموا بسكرة ونتعاونوا حتى بالكلمه الحلوه. خلوا اسمع خلوا كل واحد اللي في قلبه حاجه مش مليحه يخليها ربي ولي يعلم وربي يعلم ما في القلوب. سبحانه انما الاعمال بالنيات وكل امرئ وما نوى نيه. برك كومونتير اختي كيما هذا صافي بليزير راه الولايه كامله يسمى. احنا رانا ما عندنا حتى غرض اخر ولايتنا فقط اننا نكونوا لحمه واحده حتى بكومونتير حتى بدعاء يعني زايد فيها بركه اضعف الايمان. هذا هو الخير هذا هو كمل عمي نجيب المغرف اللي هنا عاد ندير افتح الحسوه. ارواح تشوف ارواح 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 التاجر راه تسقى لهنا ربي يبارك لاباس يا خويا حتى التويجر راه ربي يبارك عليها يا خويا بالكرشه ربي يرحمك وربي يعطيك وربي منيك وربي يعطيك خويتي اللي طيبتيها ولا ما يا ربي يبارك ربي يبارك. تشيشه هذه تشيشه مرمز يا رجل مرمز بالكرشه. تشيشه مرمز بالكرشه. انت قلتوني قلتوا لي حسوه انت ما تعرفش. ربي يحفظ ربي يصون ربي يبارك ربي يمد لكم كل خير ان شاء الله. ايه هذه هي يا اخويا هذه ضربات اللي نشتاها احنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما تستخفوا الناس ياسر ياسر من فضلكم رانا نتعب. يا رب يا رب يا رب يا رب يوفقنا. بسم الله بسم الله بسم الله. هنا يا شوف هنا اخويا ساعد ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك على خويانا. ابا بابا 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 اللهم صل على النبي. شيء كبير يا عوي. اللهم صل على النبي اللهم صل على محمد. ربي يبارك ما شاء الله على هالخير. الله يبارك. اللهم اطعم من طعمنا واسقي من ساقانا. يا ربي يا ربي يرفع علينا هالوباء. يا ربي يا ربي يا ربي يرفع علينا هالوباء ان شاء الله نكونوا في احسن حال ان شاء الله.
ربي ان شاء الله يرفع علينا المرض هذا، وربي يشفي خيانا، وربي يرحم موتانا ان شاء الله، وربي يجعلنا للخير اسباب ان شاء الله، نقلعوا لغبينا على الخليقه اللي راها. اللهم لك الحمد عمي نجيب. درك راهو عندنا كيما نقولوا مشاريع كامل، مشاريع كبيره خيريه، ماذا بينا نتعاونوا؟ لا رانا مقبلين على شهر رمضان، شهر التوبه، شهر الغفران ان شاء الله باذن الله. عندنا افكار رانا ان شاء الله رايحين نجسدوها في الواقع، ماذا بينا خاوتنا كامله يكونوا معنا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في كلش. اللي سخف رانا هذا العربي، مرحبا بكم. مرحبا بكم، خير كبير اللهم لك الحمد. واللي وصلوا ثاني خير كبير، واللي حب عنده جار ولا حاجه يجي يدي من هنا يعاوننا. مرحبا، يدي معنا الرجل. مرحبا بكم، مرحبا بكم، سامحني. مرحبا بكم. بلاد الحراير، بلاد الرجاله، بلاد بسكر، هذه في الخير. وحنا صح كاين نقائص، كاين حوايج ياسر، مالناش ملائكه معصومين. هذيك نهضروا من جهه كيما نقولوا، من احنا المحسنين اللهم نقولوا المحسن احسنت والمسيء اسات. احنا في بلادنا كاين تقصير كبير من السلطات تاعنا، هنا في ولايتنا مثلا الحفر عمي نجيب، والله غير كرهنا، معاناه معاناه. احنا رانا نغطوا وش حنا نقدروا. بصح كاينه حاجه سعد خويا، كل بلاد عيبها على رجالها، احنا اللي نخو ماهوش المسؤول. مسؤول؟ لا 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 لا، اسمح لي اسمح لي. لا 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 اسمح لي، لازمتنا نوجهوه. لا لا نجيب، لا لا نوجهوه اخويا، السلطات ما تحتاجناش احنا باش نوجهوها، تخدم. نوقفوا اخويا، احنا تحرس، احنا نخدموا البلاد، ويعودوا عندنا اعيان زينين ورجاله واقفين اللي وصلوا لحقوا الميساج. وراسك ما يسرى في بلادنا كيما هكا. احنا شوف انا لا شوف انا ما نهربش عليكم على الموضوع تاعنا، احنا نقعدوا في الاطعام. بس احنا يا ثاني لازمتنا نوقفوا على بلادنا، هذه هي اللي يطلب حقه ولا ما يراش حقه. هذا ما هوش انا بالمعنى، وش معناتها سعد؟ مش معناتها الانسان يتخطى حاجه قدام بابه ويدخل ويقول جمان فوتيس. لا، لازمتنا ننهوا على المنكر، ننهوا عليه، بعد نكونوا لحمه واحده ونلحقوا الميساج باي طريقه. سمحني نتخواو في بعضنا. بارك الله فيك عمي نجيب، يعطيك ما تمنى. اخويا بربي ان شاء الله كلش في البطاط، كلش يروح في التوزيع سهله بربي ان شاء الله. متهني خويا عمي نجيب، اللهم بلغ المقاصد لكل قاصد، ربي يشفي مرضانا كامل. امين يا رب، ويرحم موتانا، واللي جا عاوننا واللي بالدعاء ولا بكلمه ربي يبارك فيه. هشام انا على بالي تفرج اليوم، ما هدرتش طول. هشام راني نشوف فيك. عبدو ربي يرحم الوالد، ان شاء الله ربي يرحم الوالد، وبارك الله فيكم. بلاد بسكرة بلاد الخير، بلاد الجود وبلاد الكرم، هذه من اللي نظن احنا شايفينها كيما هكا. الحاج ناقص، ان شاء الله نحاولوا نديروا اليد في اليد ونعاونوا بلادنا. جمعة مباركة لجميع اهلنا، انا ندعي لميمتي ان شاء الله ثاني اليوم، وندعي لوالدي ميمتي، ربي يحفظ لي ميمتي. اسمع، كاينه وحده تفرجنا من فرنسا، قالت لي هذوك ما عندوش، عندك ثلاثه، عندك ربعه ميمات. ربي يبارك ما شاء الله، ميماتنا ربعه ان شاء الله. حتى ميمتي عفيفه، ثاني ميمتي ربي يحفظها، ربي يحفظ لي ميمتي ويحفظ ميمات خالتي كامل. جنود الخفاء اجمعوا، او مش سهل الحال. شوف جنود الخفاء راهو رجال كبير واقفين ورا الخير، ربي يبارك لهم ان شاء الله كامل. وللتذكير فقط، اي نقائص رانا معنيين بها احنا مباشره، اهدروا لنا معنيين بها احنا كامل ولايتنا، اي نقص رانا احنا اللي معنيين بها. احنا كي نلحقوا الفكره وننسيستو بربي ان شاء الله والله غير تتقضى، ما نعودوش من فوتيست برك تاع خليها الله يسهل. هذه لا، مثلا احنا مبادرين في حاجه راكم اكل معنيين بها، معنيين اكل بها. اي وليه تتقاس لهنا، اي انسان يعود محتاج، محتاج خوه، رانا كل معنيين به وكنت حاسبوا به عند ربي سبحانه. اي انسان بامبا ضو ضو كي يعود طافي في حي، راح حي كامل معني. نجيب ربي يحفظك نجيب، ربي ربي يقدرك ان شاء الله. مشاريع الخيريه اللي في المستقبل، مشاريع ان شاء الله. شوفوا احنا الحاجه اللي تخصنا دوك يخصنا الكفن، احنا في المغسله ولا الميماتنا اللي راهم يغسلوا ولا خوتنا اللي راهم يغسلوا، يخصنا الكفن في سبيل الله، يخصونا امور ياسر في مغسله البخاري، يخصونا امور في دار اليتامى اللي انا نخدمه فيهم. احنا عندنا قداش من مشروع، ماذا بيا خاوتي انا نقول لكم كيفاك باش نتعاونوا كامل، كل واحد يقدم 0.1 برك، والله حاجه ما نحتاجوها والناس كامل يلحقها من الخير. اللهم لك الحمد كثيرا طيب، ربي يبارك لكم كامل. وحنا كي تتقال كلمه في ولايه من الولايات منا ولا منا، يا زياده فينا، زياده فينا. كي تقال علينا بلي رانا واقفين ولا تلحق حاجه فكره زينه الولايات منا ومنا ويقتدوا بنا، اي في زياده لينا حنا صافي بليزير. هذه هي، بارك الله فيكم، وكي حملتونا وسمعتونا ربي يحفظكم وربي يجازيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. ادعوا لي الميمتي بارك ربي يقويها ان شاء الله على مالها وجهها، وربي يحفظكم ان شاء الله. اللهم بلغ المقاصد لكل قاصد، ربي يفرح الناس اللي ما عندهمش الاولاد، ربي يجيب لهم الاولاد، والناس اللي عندهم مرضى ربي يشفيهم، واللي عندهم موتى ربي يرحمهم. اللهم بلغ المقاصد لكل قاصد، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ربي يوفقكم ان شاء الله بما فيه الخير، وربي يجعله ان شاء الله صدقه جاريه لاهلنا.
هنا في بسكرة كامل. ربي يرحم موتانا عمي علا، حسن هلال، خاوتنا شبيلة حوحو، ربي يرحمهم كامل اللي راحوا علينا في هذا الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خدمة البلاد والعباد. السلام عليكم، جمعة مباركة إن شاء الله.